حين تسمع أو تقرأ عن سبي الحرائر وسوق الأمهات العفيفات إلى السجون بعد تعذيبهن بكل وسائل الانحطاط والدناءة وإصدار الأحكام الظالمة والعدوانية بحقهن، فاعلم أنك تقرأ أو تشاهد عهود حمد ووعوده بالأيام الجميلة لشعب البحرين. أمانة السهر على أمن المواطنين وراحتهم وسعادتهم. أن للبحرين أن تكون جميلة وأزهارها تقبع في سجون القهر والظلام، وكيف لا يرى الحاكم الخليفي قبح وجهه وفعاله وهو يطلق يد العنان لاعتقال النسوان؟ فحوى هذا السؤال وجهته 10 نسوة معتقلات وهن يستنهضن الهمم ويستثرن الحمية، فحال الاستضعاف والاضطهاد والقهر في البحرين بلغ مبلغ لو أن امرأ مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان به ملوما. كن شجاعا ودافع عن أرضك ولو كان في دفاعك سفك دمك أشرف لك من هذه الحياة الذليلة التعيسة التي يتولى فيها شياطين الإنس الطغاة والمستبدين.